من مسار إلى آخر، سرعان ما يتطور التصعيد الأمريكي الروسي على خلفية الحرب الأوكرانية، آخرها تصعيد معركة الجواسيس. الموضوع هنا يتعلق باعتقال موسكو لمراسل صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إيفان غيرشكوفيتش بتهمة التجسس. هذا ما أعلن عنه جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الذي كشف أن غيرشكوفيتش جمع معلومات تشكل سرا من أسرار الدولة حول أنشطة إحدى المؤسسات العسكرية الروسية، وذلك تنفيذا لتعليمات أمريكية وفقا للاتهام الروسي. اتهامات لم تتأخر الصحيفة الأمريكية في نفيها جملة وتفصيلا، داعية إلى الإفراج الفوري عن مراسلها ومعلنة في الوقت نفسه تضامنها معه ومع عائلته. حرب التصريحات تواصلت على خلفية هذا الاعتقال، حيث ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بالقول إن الكثير من الأجانب يستغلون وضعهم كمراسلين للتغطية على أنشطة غير صحفية، وهو الحال بالنسبة لمراسلي وول ستريت جورنال.